مرحبا بحضراتكم مرة تانية. أولى فقرتنا الحوارية كلام عن كل الدوريات الأوروبية مع ضيفي النهاردة اللي منورني في أون تايم الكابتن أحمد الجوهري محلل الكرة العالمية. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا أميرة. مبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. كله حلو. مبسوط إن أنا معاكي النهاردة. ربنا يخليك. خلينا نبتدي مع الدوري الإنجليزي. مباراة ليفربول أمام إيفرتون. النهارده طبعا في مباراه ثانيه ولكن خلينا نبتدي بالمباراه دي اللي انتهت بالتعادل. البعض شاف ان ليفربول افتقد للحلول الهجوميه. شفت ازاي المباراه دي؟ اول حاجه خلينا ندي الحق الاول ايفرتون. انشيلوتي عمل جيم دفاعي محترم. لازم برضو الناس تفهم ان ده ديربي ميرسيسايد ما بين ليفربول وايفرتون، فبيبقى المباراه ليها حساسيه شويه. ايفرتون في المركز ال 12 بيحاول يطلع من المنطقه اللي هو فيها دي، عايز يحاول يخش في المراكز المتقدمه، عارف ان هو بيلعب اول الدوري، احسن فورم موجوده في الدوري. في رايي ان انشيلوتي عمل جيم دفاعي محترم جدا، عرف يلاعب يورجن كلوب ازاي. الناحيه الثانيه برضو غياب صلاح اثر بالسلب على اداء ليفربول، يعني كنت تحسي دايما هي قوه ليفربول الثلاثي الامامي، يعني بنتكلم فيرمينيو ماني صلاح، تحسي ان كان في حته ناقصه، في ضلع دايما ناقص كده لما بيبقى حد من الثلاثه دول مش موجود. وحاجه ثانيه برضو الناس، انا حسيت ان حتى في البريس كونفرنس في المؤتمر الصحفي حسيت الناس متحامله شويه على يورجن كلوب وليفربول اول ماتش بعد غياب طويل، فكان تاثير يعني تاثير الغياب ده كان واضح جدا على شكل ليفربول، طريقه اللعب. فتخيل ان يعني اول مباراه وان يطلع كده، ده كان مش هنقول امر طبيعي بس اتفهمها يعني. طيب يورجن كلوب كان ليه تصريح بعد المباراه وقال ان ليفربول ما كانش الاقرب او ما كانش الفريق الاقرب للفوز في مباراته امام ايفرتون. هو ذكي جدا دايما يورجن كلوب، يمكن هو حتى برضو قال تصريح تاني، قال انا مستغرب جدا ان ازاي مانشستر سيتي الفرق ما بيننا وما بينهم حوالي 20 نقطه وان او اكتر، ان يعني دايما هو بيدي كريدت للفلكسبيليتي انه يغير، يعني شفناه تقريبا هو المدرب الوحيد السنه دي في السيزون اللي لعب باكتر من تشكيل، لعب 3 4 3، لعب 4 3 2 1، لعب 4 3 3 صريحه على حسب المنافس. يمكن انا فاكر مباراه قدام مانشستر سيتي تقريبا هو الفرقه الوحيده اللي مسك الكوره على جوارديولا، اللي هو اخترع الموضوع ده ان هو يمسك كوره او فكره التيكي تاكا اللي هي معروفه اللي هي مدرسه برشلونه. فتخيلي ان فرانك لامبرد مشروعه لازم إدارة تشيلسي تفضل سايباه، وابتدوا ان هم يعملوا له تدعيمات، لان حضرتك عارفه ان كانت تشيلسي محروم من التعاقدات. اعتقد ان صفقه زياش، صفقه تيمو فيرنر مهاجم منتخب المانيا، صفقتين دول صفقتين محترمين جدا مع الشباب الصغير الموجود عند فرانك لامبرد، اعتقد ان احنا ممكن نشوف مشروع كويس قوي. زياده عليهم ان هو محتاج مدافع شخصيه قويه، مدافع عن شخصيه عنده خبرات، نشوف تشيلسي ينافس الفتره اللي جايه. طيب لامبرد قال ان المباراه بتعبر عن موسم تشيلسي، وقال ان هو يستحوذ ثم يستقبل هدف. بتتفق ولا بتختلف معاه في الراي ده؟ هو عايز يوصل رساله ان احنا عندنا مشكله في الدفاع، ان احنا بنقدم كره حلوه وان احنا بنبقى مسيطرين، بس اوقات كتير قوي خسرنا نقاط بالمنظر ده. فهو كان بيدي مثال على المباراه الاخيره ان احنا بنستحوذ وفي الاخر دخل جول. هو ده اللي حصل فعلا، هو قدر ان هو يعوض وخدمته ان هو جاب جولين ورا بعض. فتخيلي ان هو يعني هو عايز يوصل رساله ان هي دي مشكلتنا يعني، وان هو هيحاول يعالجها يعني. هزيمه ارسنال من برايتون شفتها ازاي؟ الخصها لحضرتك ان ديفيد لويس عامل كوارث مع ارسنال، اداره ارسنال مدت له العقد، ده ملخص حال ارسنال. يعني ارسنال مش هيخرج من النفق اللي هو دخل فيه؟ الاداره بتفكر بطريقه غلط، بنجني يعني اداره ارسنال بتجني ثمار. ارسن فينجر عظيم، ارسن فينجر ميراث كبير جدا في ارسنال، زيه زي سير اليكس فيركسون مع مانشستر، ولكن في اخطاء معينه ارسن فينجر عملها بيتحملها إدارة مع إدارة أرسنال بيتحملها مشجعين نادي أرسنال. الوضع صعب، الوضع أرسنال ما يلاقيش المركز اللي هو موجود مؤشر كده، لا الوضع خطر جدا. طب خلينا نروح للدوري الإسباني والصراع على الصدارة ريال مدريد وبرشلونة. عاملين زي توم وجيري. ريال مدريد وبرشلونة. تخيلي يا أستاذة أميرة إن
في رايي ان هو اكتر دوري مع الدوري الايطالي في منافسه شويه عن دوريات كتير. يعني كان دايما الدوري الانجليزي بنشوف منافسه اكتر. برشلونه كان الفتره السنين اللي فاتت دي كان بيحسن، لكن رجوع زيدان رجع شويه ريال مدريد فكره المنافسه ان هو يقدر ينافس تاني. فشايفين الثمان مباريات المتبقيه يا استاذ امير اعتقد ان هي النهائيات. يعني هنشوف مباريات كان ريال مدريد بيلعب نهائي وبرشلونه بيلعب نهائي. فاعتقد ان المنافسه لسه في الملعب، ولو ان انا شايف ان في فرقه ليها افضليه عن الفرقه الثانيه ريال مدريد لاسباب ممكن اقولها لحضرتك. اولا ريال مدريد عنده الزاد البشري اعلى، بمعنى عنده دبث في السكواد بتاعه اكتر من برشلونه. لو حضرتك قستي كده برشلونه مثلا، احنا قاعدين نتفرج امبارح على بلباو، مباراه بلباو، برشلونه ما عندوش التغيير اللي يقدر ان هو لو عنده مشكله في الشوط الاولاني او الشوط الثاني يعني ومحتاج انه يغير النتيجه، ما عندوش التغيير اللي يقلب له الماتش زي ما بيقولوا. دكه ريال مدريد مش كده، زيدان بيقدر يعمل روتيشن كويس جدا، وخصوصا ان هو راجع من زي ما حضرتك قلت لي على مانشستر سيتي والدوري الانجليزي الاصابات، هو راجع من توقف فاكيد هيحصل اصابات. ريال مدريد عنده الزاد البشري، رجع له صفقه مهمه جدا، هي انا بعتبرها صفقه، اسينسيو اللي رجع من الرباط الصليبي. اسينسيو ده كان ريال مدريد دخل ميركاتو فتره التوقف جت لصالحه بكتير، هازارد كان عامل عمليه رجع. فبالنسبه لي ريال مدريد الزاد البشري عنده والعمق في التشكيل اعلى من برشلونه، ده سبب. السبب الثاني مباريات برشلونه اصعب شويه يا استاذه اميره من ريال مدريد. عنده سيلتا فيجو، عنده اسبانيول، عنده اتلتيكو مدريد، كان قبلها بلباو، فيا ريال، ماتشات برشلونه تقيلة شوية يعني، وخصوصا ان افضلية ان انت بتلعب على ملعبك مش موجودة قوي، موجود او مش موجود. مودريتش فالفيردي هو قادر ان هو يحط القطع بتاعته ونفس السيستم بتاع طريقة اللعب موجود، فتخيلي هو ده اللي فرق مع زين الدين زيدان. طيب ايه رأيك برضو في الكلام اللي بيتقال ان ازمة التحكيم في الليجا دايما بتخدم فريق بعين؟ قبل الكورونا كان العكس، كان اللي بيتقال ان برشلونة هي اللي بتتجامل. استاذ امير دي هتفضل قصة الجميع بيتكلم فيها، كل المنظومة الكروية سواء هنا في مصر بره مصر في اي حتة كل واحد بيتكلم على هواه. بس الفيصل الحالة اللي هي التحكيمية دي هتفصصها. الفار معمول عشان كده، وارد ان يحصل فيه اخطاء، هو وارد جدا ان يحصل فيه اخطاء، لان وبتحصل. يعني شفنا في الدوري الانجليزي في كوره داخل الجول والفار او اللي هي الخاصيه بتاعت خط المرمى ما حسبتهاش. يعني هي بتحصل، الناس في حصل خلاف كتير على جول بنزيما، حصل خلاف كتير على ضربه الجزاء لفينيسيوس، الجول اللي ما اتحسبش اللي اتحسب اوفسايد لريال سوسيداد، نفس الجول تقريبا اتلغى برضو الريال مدريد امام سيلتا فيجو. مودريتش كان شايط، انا بفكر طبعا للناس لان ممكن الجول ما يبقاش معانا هنا، يعني مودريتش كان شايط، فاران واقف قدام الجول خلى حاجه بالرؤيه، وده قانون موجود في كره القدم. فهي الفار والتحكيم هيفضل جدل كبير جدا في الكوره ايا كان بقى، سواء مدربين او منظومه اعلاميه مشجعين، فدايما طيب هيبقى الكلام عليه. يعني قال يزعجني حديثكم عن التحكيم وكاننا لم نقدم شيء في الملعب. ده مش اتكلمنا على يورجن كلوب في الذكاء بتاعه؟ نفس الفكره زين الدين زيدان. زيدان اصلا يا استاذه اميره كان ذكي وهو لعيب، اختار توقيت ان هو يعتزل، وذكي جدا في تصريحاته وهو مدير فني. نفس التصريح هو بيقوله كده، هو فكرته ان هو عايز يبعد الضغط عنه. ان فكره الهجوم على ان انتوا بتصدروا المشهد ان ريال مدريد بيتجامل، هو بيخرج القصه دي بيقول لهم لا اتكلموا كوره بقى. انا راجل قدمت، شوفوا اللي احنا عملناه في الماتش، فبيخرج دي. تاني حاجه بيدي قوه للميديا المدريديه او سوري او يعني الصحافه المدريديه ان هي ترد. فهتلاقي ان زي نفس الفكره لما حد مسؤول هنا بيطلع بتصريح، فتلاقي ان مثلا الصحافه بتاعت النادي ده بتطلع وراه تكمل. فتخيلي ان هو تصريح ذكي او رد ذكي جدا من زين الدين زيدان، بيفتح الباب عشان يكملوا وراه. بالظبط كده. طيب الدوري الايطالي، خساره يوفنتوس في كاس السوبر الايطالي شفته ازاي؟ نابولي وجاتوزو عملوا جيم محترم، نفس فكره لما قلت لحضرتك برضو ايفرتون هو محتاج لسه الريتم، ويوفنتوس اصلا في مشكله كمان مع كريستيانو، هو مظلوم فيها شويه يا استاذ اميره لو معانا وقت هقول لحضرتك عليها. اتفضل. كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد كان زي ما قلت لحضرتك الشغل كله يتمحور على مين؟ كريستيانو. يوفنتوس بحس ان هم مش قادرين يعملوا له دي. امكانيات لعيبه، اسلوب لعب، وزياده على كده النقطه الثالثه
الدوري الايطالي، الدوري الايطالي دفاعيا مش زي الاسباني اكيد، مش زي لما كان الانجليزي. واللقطه الاخيره كريستيانو رونالدو 35 سنه برضو، الحكم على يعني او السن ليه حكم، او ان هو ما بقاش زي الاول، فممكن يكون هو في حاجات مش قادر يعملها، وانا بحس كده يعني. ما بقاش كريستيانو اللي بيروح بالكره ويعدي واحد واثنين، بقت صعبه شويه. فبحس ان كريستيانو ممكن الناس بتقيمه مع يوفنتوس عايزينه هو هو بتاع ريال مدريد، رغم ان انا شايف ان كريستيانو رونالدو لغايه دلوقتي انا شايفه ان هو يعتبر ناجح مع يوفنتوس، ما تقدرش طيب عليه تقولي يعني فاشل. يعني الجماهير هل ممكن يؤثر على نجوم؟ يعني لو هنتكلم على كريستيانو ممكن يؤثر بالسلب على كريستيانو؟ واحد زي كريستيانو من نوع اللي هو التشالنجر المتحدي دايما، فبالعكس هو بحس ان كريستيانو بيحب يلعب الماتشات اللي بره ملعبه، بيتحدى، بس دايما كريستيانو استعراضي شويه يعني موهبه طبعا طبعا، بس هو مع التالق ده عنده استعراض شويه قدام الجمهور، اكيد كلنا يعني بنشوف هو بيستمد قوته من الجمهور، بس تخيلي ان هم عارفين ان ده اجراء مؤقت، فهو بيتعامل يعني. هو المفروض ياخدوا خبره شويه من الدوري المصري، يجوا يتعلموا، احنا بقالنا سنين قاعدين من غير جمهور، فيعني هو بالنسبه لهم طبعا ده امر غير طبيعي، فلكن هو يعني اعتقد ان هي اجراء يعني فتره معينه ومش هيبقى على طول. فالتفكير والعقليه بتاعت لعيبه زي الدوريات الاوروبيه يقدروا ان هم يتعاملوا مع مواقف زي ده. اخيرا الانتر قادر على المنافسه ولا لا؟ على الورق لو كسب الماتش ده هيبقى فرق 6 نقط ما بينه وما بين يوفنتوس. تخيلي الشخصي ان ازمه انتر اللي حصلت هي ماتشين، ان هو خسر من الاثنين منافسين اللي بينافسوه لاتسيو ويوفنتوس، الماتشين دول ب6 نقط مش ب3 نقط، فدي اللي بعتته شويه، لكن في المجمل طبعا يقدر ان هو يكمل، يفضل ان هو موجود. الاقرب لحصد اللقب مين؟ اعتقد يوفنتوس. يوفنتوس. استاذ احمد الجوهري او كابتن، عشان بتحب تقول كابتن احمد جوهري محلل الكره العالميه، انا بشكرك، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، كنت سعيد ان انا مع حضرتك. بشكرك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل تاني في قناتنا الحواريه، ابقوا معانا.